تقنيات النسيج التقليدية ترثها الأجيال لتحافظ عليها المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وتصنع منها السجاد والمفروشات الناعمة. تعمل جمعية سامو الخيرية في مدينة الخليل في الضفة الغربية على حماية هذه التقاليد التي تعتبر جزءا أساسيا من الحضارة الفلسطينية من الاندثار. كنا نشوف أمياتنا وهن يعملن الغاز هذا والستين والبساط، وأنا تعلمت من أمي وبنتي، أنا علمت بنتي، يعني هذا بظل ماشي. كل واحد فينا، كل جيل بيجي بتعلم من الجيل اللي قبله. وقبل أن يستخدم الصوف تقوم النساء بقصه وتنظيفه، ثم يصبغ بألوان منوعة ليصنع منه ما قد يستخدم لأغراض عدة. إحنا كجمعية سامو الخيرية يعني تأسست بال75، أخذت على عاتقها إنه تحافظ على هذا المنتج، وما زالت يعني ما زلنا نعمل على هذا التراث القديم من أجل المحافظة عليه من الاندثار. يعني لا نسعى لربح مادي بقدر ما نسعى للحفاظ على المنتج. وبحسب الجمعية يباع ما يصنع في السوق، إلا أن الجمعية لا تسعى إلى ربح مادي بقدر ما تسعى إلى الحفاظ على المنتج. وفضلا عن حماية هذا الجزء من التراث الفلسطيني، تهدف المنظمة إلى خلق فرص عمل لنساء لم ينن تعليما نظاميا، فتوظف حوالي 150 امرأة وتوفر دورات تعليمية لمن يرغبن في خوض تجربة فلسطينية تقليدية في عالم النسيج.